مرحبا، صار وقت موعدنا اليومي أو شبه اليومي على مواقع التواصل الاجتماعي عبر تلفزيون سما لحتى نشوف آخر الأخبار الترندي والفايرل على السوشيال ميديا من حول العالم. خلينا نبدأ وليتس سلوغن ببداية حلقتنا على فيسبوك. أول محطات اليوم رح نمرق فيها على الأخبار الزائفة أو غير الموثوقة أو الدقيقة إذا فينا نقول يلي بتنتشر من وقت للتاني على السوشيال ميديا وبيوقع الناس فيها بفخ تداولها وتبنيها بدون التحقق من مدى صحتها. الأيام القليلة الماضية شهدت تداول عالي بين السوريين وصفحات الفيسبوك المحلية لهي الصورة يلي زعم متداولين بأن صورة مأخوذة من داخل إحدى الدوائر الحكومية الرسمية عنا بالبلد. هلأ اي نعم، منشوف بمؤسساتنا للأسف من وقت للتاني مشاهد الازدحام والفوضى وعدم التقيد شبه الكامل يعني للأسف بإجراءات التباعد الاجتماعي، ولكن بسيرش بسيط على الانترنت رح نقدر نعرف ونشوف انه حتى هي الصورة نفسها كانت عم تحظى بتداول كبير بين المصريين كمان يلي ايضا قالوا انه الصورة مأخوذة عندهم بأحد المراكز الحكومية. وعلى السوشيال ميديا لما بتتعدد الروايات معناها صار في شيء مشبوه بالموضوع. باختصار الصورة حقيقية وجديدة فعلا، ولكن مكان التقاطها الفعلي هو قطاع غزة الفلسطيني المحاصر. الصورة بتوضح تدافع مجموعة من العمال الغزاويين على احدى الغرف التجارية بهدف اخذ تصاريح عمل بتسمح لهم بالتنقل ضمن الاراضي الخاضعة لسلطات الاحتلال الاسرائيلي بعد توقف العملية من وقت الاعتداء الاسرائيلي الاخير على القطاع المحاصر، وتسبب تقدم مئات الغزاويين للحصول على هي التصاريح بوقت متقارب مع بعضهم البعض لحدوث هي الازدحامات غير المسبوقة يلي عم نشوفها بالصورة. ورح نروح من هالخبر لتاني أخبارنا بحلقة اليوم يلي مكملين فيه مرة جديدة أيضاً على فيسبوك. رح نتوجه هلأ على مصر مع مشهد ومقطع فيديو انتشر على فيسبوك وسبب صدمة وموجة من الغضب والتنديدات اللي دفعت الحكومة المصرية لتحرك سريع وتحقيق ليكشف ملابسات الموضوع ويحدد المسؤولين عنه. عم تحقق السلطات المعنية أو انتهى فعلياً التحقيق بمصر بواقعة العثور على كميات كبيرة من لقاح فيروس كورونا ملقاة بالقمامة بأحدى قرى محافظة المنيا جنوب البلاد، وأبلغ أهالي قرية أبشاق التابعة على مركز بني مزار السلطات يوم الخميس الماضي عن مجموعة من الأكياس بتحوي آلاف الجرعات غير المستخدمة من اللقاح بين القمامة بعد ما تداول ناشطين صور لها ومقاطع فيديو عبر فيسبوك. وتحفظت الأجهزة الأمنية على حوالي 122 ألف أمبول من لقاح سينوفارم الصيني المقاوم لكورونا طبعا. والمحافظ المنيا أنه أمر بتشكيل لجنة لمراجعة مخازن لقاحات كورونا والكميات اللي تم استلامها بوقت متزامن مع العثور على هي اللقاحات لحتى يعرفوا وين الخلل صار، ووصف أنه العمل وأضاف أنه العمل ما زال جاري لاستخراجها بالكامل من المي. ومع انتهاء التحقيقات أعلنت النيابة العامة المصرية من ساعات قليلة إيقاف ثلاث أشخاص بتهمة الإهمال الجسيم. الأشخاص هنين صيدلي مفوض من مديرية الصحة بالمنيا لإيصال شحنات اللقاح من القاهرة للمديرية، والسائق اللي قام بتوصيل هالشحنات وأمين المخازن يلي كان من المفروض إنه يستلمها. المصيبة دي هاي المصيبة دي أنا مصور؟ ده مصيبتين مش مصيبة، بس عايزين نعرف مين اللي جاي كب المصيب دي هنا. يا مصيبة سودة يا لهوتي، ده في بلاوي هناك تاني. يا مصيبة سودة الحاجات دي تبعك؟ الحاجات دي تعرف عنها حاجة؟ تعرف عن الحاجات دي حاجة؟ يا عم ده ماشي بأكسجين. لا انت أكسجين تبع مستشفيات ولا أكسجين ايه؟ يعني ما بعرف شو نوع الإهمال يلي ممكن يودي
مئات الآلاف أو عشرات الآلاف أو الآلاف من لقاحات وجرعات اللقاحات يخليها هيك مرمية بترعة وبالمي غرقانة وبمنطقة نائية بشي منطقة بمصر، يعني ما بعرف شو هو هذا الإهمال اللي حيخلي هي الجرعات ما توصل لمكان الصح وتروح تنكب بهذا المكان النائي. على كل التحقيقات المصرية لسه مستمرة وما صدر أي يعني أقوال هي المتهمين بهذا الموضوع لهلأ، ما صارت محل النشر وما أخذت يمكن أو ما نشرت على الأقل لوسائل الإعلام. آخر خبر معنا بحلقة اليوم راح نروح فيه بالختام ونعمل لوجين على تويتر. محطتنا الأخيرة من لبنان ومع مشهد إنساني لافت ولقي تعاطف كبير وانتشار واسع ويمكن حتى قدم صورة مختلفة عن لبنان والوضع المعيشي والاقتصادي الاستثنائي اللي عم تمرق فيه البلاد اليوم وعم يكون محور الحديث الأوحد تقريبا على السوشيال ميديا بلبنان. رح تتداول عدد كبير من مستخدمي تويتر اللبنانيين فيديو لطبيب بيعزف أو عم يعزف على آلة القانون لمريضة بعد انتهائه من إجراء عملية جراحية إلى الفيديو اللي كان الأكثر انتشاراً بلبنان على السوشيال ميديا وعلى تويتر خلال الأيام الماضية كان للطبيب اللي اسمه عمر الأعور وهو جراح دماغ وعمود فقري، وكشف إنه الفيديو التقطه ممرض له أو بيساعده بغرفة العمليات بعد انتهائه من إجراء عملية لمريضة بتبلغ من العمر 83 سنة وبتعاني من نزيف بالدماغ. وأضاف الطبيب بتصريحات صحفية له أنه سن المريضة ما كان بيسمح له بإخضاعها لتخدير عام، لهيك قرر إجراء العملية باللجوء للبنج الموضعي، وخلال العملية حط أكثر من غنية لفريد الأطرش كونه بتحبه هي المريضة، ولكن بنهاية العملية صارت تحرك راسها وطلب منها توقف عن هذا الشيء ووعدها أنه إذا يعني كانت ثابتة وما عم تتحرك رح يعزف لها بعد الانتهاء من العملية بشكل شخصي بحال استجابت لطلبه. وفعلا بعد انتهاء العملية طلب الدكتور من مساعدينه إحضار آلة القانون الخاصة فيه الموجودة بسيارته ودخلوه على غرفة العمليات لحتى يوفي بوعده ويعزف لهي المريضة ويحقق الفيديو هالانتشار والتعاطف الواسع والكبير. ومع طريق النحل للسيدة فيروز بنكون وصلنا لنهاية جولة اليوم، برجع بشوفكم إذا الله راد بكرة بمثل التوقيت، من هون لبكرة بمثل التوقيت، طلب يا ألف خير. Let's log out. سلام.